الو جوري، 5 دقايق وبكون على الباب، اطلعي فورا. ايه انا على الباب اصلا، طلعت لكبل زباله ولازم ارجع. شو الموضوع؟ الموضوع مهم، جاي فورا ما بطول. يا الله منك يا مجد، احكي بقى لا تخوفني. لكن انتظريني بقى، انا جاي. طيب تمام، يلا بس استعجل لا تطول. يلا. وهي اجيت، خلصت، عملت شوربة لأني ما لقيت غيرها بالمطبخ. هلأ صحي تاريخ الصلاحية منتهي، بس طعمتها طيبة. يولا أنت كيف صرتي ملاك الخير هيك فجأة معي؟ بصراحة ما عم صدقك وما عم بقدر أفهمك يولا. يا عيب، شو ما عليك؟ ناطر حدا يجي لهون؟ لا أنا مو ناطر حدا بنوم. استنى. طيب انت خليك هون وانا بشوف مين وبخلص منه بطريقتي. ماشي. هاني اغلو موجود هون؟ خير. انت اسمك داني اغلو؟ لا تخاف داني. انا داني. بدنا نقبض عليك بتهمة حادث سير ودعس مرة. تفضل معنا على المخبر، خدوه شباب يلا بسرعة. بس يعني داني، قلي شو فيني أعمل لحتى ساعدك؟ يقولها اتصلي بعمي عمر بسرعة، فورا اتصلي يلا. طيب ماشي، رح أعمل كل شي طلبته مني، لا تشغل بالك. أعطيني هالمفتاح. كيف انت تخطيت حدودك؟ شو هالتخبيص هاد؟ شرف معلم. يسلم. أهلين. يعطيك العافية. مع السلامة. تعي لقلك تعي. تذكري أنا قلت لك من الأول رح سمعك شغلة حلوة. سوالي. اسمعي جوري. بس بتذكر وقتها أنك اعتذرتي. بظن أنك جيتي على بولونيز كوي ومخططة لكل شيء. كيف يعني؟ يعني ممكن تكون خطة لتورطي جوري. عاكف لو سمحت، ممكن ما بقى تألف حكي وقصص من عندك؟ الخطة اللي عملتوها أنت وجاهدة سوا مثلا، وعرض جاهدة المغري لإلي. أي عرض؟ شو بيعرفني شو عرضت عليك؟ مقابل أني أبعد جوري عن عمر، عطتني استثمر أوتيل اللي موجود ببودروم لخمس سنين وما بدفع ولا ليرة. عاكف شو عم تقول؟ أنا ما عم بستوعب شي. أكيد أنت كمان مشتركة بهالخطة. بعتي هديك البنت جوري على مكتبي، بعدين جبتي عمر بإيدك وكبستو علينا. طلع خيالك واسع كتير عن جد. شرفي، مثل ما سمعتي وشفتي، توليب خانم هي خدعتك، خربان بيتهم بإيدك أنت. توليب، شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ أنتو شو اللي عم تعملوه هون؟ جوري، منى مساعدتي من زمان كتير، أنا مين لازم صدق ومين لازم اختار بيناتهم؟ فيكي تقولي لي؟ اسمعيني منيح، هالموضوع بدي يتسكر، فهمتي علي؟
جوري؟ هلأ بتروحي فورا وبتخليهم يسمعوا التسجيل كامل مثل ما هو، وإذا سألوكي من وين جبتي بتقولي لهم رفيقي ما تسجلوا، ماشي؟ ما في لزوم، ما في داعي حدا يعرف فيه مجد. ليش ما في لزوم؟ اسمعني منيح مجد، بدي تبعت لي التسجيل هلأ مفهوم؟ وبدي منك ما تجيب سيرته لأي مخلوق. أكيد أنت جنيتي أو لسه ما استوعبتي، معنا دليل عم قلك. مجد أنا فهماني عليك منيح، وعدني إنه ما تحكي لحدا أبدا. بشرفي أنا ما بفهم هالنسوان كيف بتفكر يا عمي. طيب ماشي رح أبعته. جوري أنا لازم أمشي لأنه إذا حست توليب كتير مشكلة. التسجيل وصل، يلا روح بلا ما تتأخر. باي جوجو باي. خانم لو سمحتي شوفي ترك لك مفتاح السيارة عندي وقال رح يرجع بعد شوي. أنا باخده، ما رح استناه، ما فيني. حاولي تروقي شوي، أنا هلأ عرفت شو اللي صار وليكني بالمخفى. كمال بيك معي اطمن. عمر لو سمحت خبرني شو بيصير أول بأول. تعبت أعصابي من القعدة هون وأنا مو قدراني أعمل شي بقى. لا تنساني الله يوفقك. رح أخبرك عمي، أنا ما عملت شي، دخيلك طالعني من هون. خلص لا تخاف رح نحل. مرحبا أنا المحامي كمال نالبات، تفضل. مساء الخير، أنا الدكتور عمر حكيم أغلو. أهلا وسهلا سيدي، بتسمحوا لي يكون موجود وانتوا عم تاخذوا أقواله؟ طبعا، بس لأنه في إنسانة تضررت بسببه فنحن مضطرين للأسف نحوله عن النيابة العامة، وضروري كتير إنه يبات عنا بالنظارة اليوم. بات بالنظارة؟ عمي من شان الله قلن أنا ما فيني فوت على الحبس، ما بقدر بختنق فيه. اهدى يا سيد داني، بعدين لا تخاف المحامي معك، واتطمن بالنسبة للنومة بالنظارة أكيد رح تعجبك كتير، وما في داعي تنتظر حضرة الدكتور. هو هلأ رح ينزل عن نظارة وبكرة الصبح رح يتحول عن نيابة. تمام مثل ما بتأمر. يا أحمد بدي منك تاخد هذا الشاب عن نظارة. تعال عمي، أنا ما بدي فوت على الحبس، كرمال الله لا تتركني هون، كرمال الله. داني خلص روق شوي، كل شي تمام، اوعك تخاف أنا معك. من بكرة الصبح إن شاء الله رح أجي زورك وأطمن عليك، ماشي؟ ما في لزوم تخاف. أوكي يلا تفضل معي. سيادة الضابط شكرا، يعطيك أهلا وسهلا. مساء الخير حضرة الشرطة. أهلا وسهلا، لو سمحتي الشهادة والرخصة. ايه طيب. هاي الشهادة. وهاي الرخصة. تفضلي يا خان. فيني امشي؟ طبعا، بس في حفريات لقدام شوي، ديري بالك. ايه طيب اكيد بنتبه، شكرا لانك حذرتني، يعطيك العافية. هذا واجب. تسلم. اخي انا ما بفهم بهالحكي،
مو معقول السيارة تركب جناحات وتطير، أنا سلمتها لموظف غيرك من شوي. بدلت المناوبة، يمكن يكون في سوء تفاهم، طول بالك. وشو رأيك تشرح لي قصة حياتك؟ المهم تلاقي لي السيارة بأي طريقة. طيب دقيقة. ليك هالأجدة؟ من قله عن السيارة بيحكي لي عن المناوبة. أخي ما في تغطية. كيف يعني ما في تغطية؟ لا تبلش تجذب علي. شو بدي أقول لصاحب السيارة؟ مفكرة سيارتي اللي خلفني؟ وعامل لي غرة لقدها؟ أهلين توليب خانم، جهاد بيك نايب، تأمريني بشي حضرتك؟ بدك شي يا خانم؟ قلي لي لازمك شي؟ ليش واقفة عندك؟ طلعي لبرا، طلعي. طيب يلا بسرعة. أمرك يا خانم. بسرعة. خانم انت منيحة؟ توليب خانم، عمر بيك؟ مرحبا، أنا خالدة. توليب خانم كأنه مو منيحة، ممكن تجي تشوفها؟ صدقيني رح دفعك الثمن يا توليب سباعي. لهالوقت المتأخر بالمستشفى؟ فكرتيني ولد قدامك؟ كان عندي شغل كتير وما خلصت لهلأ. تصبح على خير بابا، أنا فايتة نام لأني تعبانة. شوفي سيلين؟ مثل العادة، يولا إجت متأخرة وبابا طلع خلقه. انتي منيحة؟ اي مساء الخير. ايه سيلين، في إلك عندي خبر كتير مهم. انا برأيي بلشي جهزي تياب نظيفة منشان بس بدك تروحي لعنده تاخدي له ياهن على الحبس. حرام ده. انتي شو عم تقولي؟ هلأ انتو رح تعيشوا قصة حبكن ورا القضبان، هيك عم قول. بس انتي مين خبرك عنه؟ حكيك مو مزبوط. طيب حبيبتي اذا مو مصدقتيني هاي الشرطة اتصلي فيهم. شفتي اللي بتشتغل من ورا ظهرها لاختها، الله دخيل اسمه رح يعاقبها. سيلين مزبوط اللي قالته؟ ايه اختي، انا وداني عملنا حادث، ضربنا ست بالسيارة. اتركوني لحالي. توليب رجاء افتحي الباب. خلاص روح اتركني لحالي. توليب، توليب افتحي الباب. بعدي خالدة. توليب شوفي خالدة، اطلبي الإسعاف. لا أمرك. لا ما في داعي، أنا منيحة. مو صحيح كلامك، أنت لازمك مستشفى بسرعة، أكيد رجعت لك النوبة. لا جيبي لها مي. حاضر. عمر، عمر صار شي بشع كتير اليوم. مثل شو توليب؟ يلا احكي. عملت شغلة بشعة كتير، مرعوبة كتير عمر.
صدقني أنا كنت عم حاول دافع عن حالي وبس عمر، اللي صار كان حادث مو قصدي، كان حادث. طيب حاولي تروقي، أنا مصدقك، مصدقك توليب خلص. بس شو عرفك إنه مات؟ والله ما بعرف، مالي متأكدة، أنا ضربته على راسه ضربة قوية بدون وعي، هونيك كان في منفضة كانت كبيرة كتير ومن حديد وتقيلة، ومن كتر ما كنت متوترة بكل قوتي مسكتها هيك وضربته فورا على راسه، وبعدين همت بأرضه ما عاد اتحرك بنوم، غاب عن الوعي، يعني لا نطق ولا كلمة ولا رفت عينه، أنا ضربته على راسه ضربة قوية للزلمة، أنا قتلته، أنا اللي قتلته، شو بدي أعمل عمر؟ ساعدني رح خلص بقى اهدي شوي خلص، أنا رح روح وأتأكد بنفسي. لا استنى عمر، خدني معك، بدي روح أتأكد إذا مات ولا لا. أنت خليكي هون، أنا بخبرك شو بصير. لا ما بقدر عمر، ما فيني ضل حالي عم بستنى، بعدين بدي أرجيك على مكان اليخت، انتظرني دقيقتين بلبس وبجي معك، يلا روح استناني لبين ما ألبس. رح أنترك، لا تطولي. إيه طيب. توليب استنيني بالسيارة وأنا رح أشوف شو الوضع. مستحيل، ما فيني استنى ولا دقيقة هون، من خوفي ما قدرت أعمل شيء، كان راسه عم ينزف، ما قدرت أنقله على المستشفى. توليب ما رح تتحملي بنوم، خلص أنا بشوفه وبرجع مباشرة. لا الله يخليك، ما فيني استنى، خليني فوت معك. كيف كان هون؟ رح أشوفه إذا تحت. خير شو، لوين رايحة؟ بدي شوف جهاد. بس ما تكوني عم تخفصي مثل عادتك جوري، انت وهديك الملعونه، اذا بتفكروا تعملوا شي من ورا ظهري ما رح يصير خير بنوب، انا الكبيره لهيك من واجبي نبهك. مالي خلق لمواعظك يولا، ما بتقدري لمره وحده تكوني اخت. غبيه. عمر اذا صار شي لعاكف شو بدي اتصرف؟ طيب شو اذا طلع ميت؟ لو ميت كنا لقينا، هاي رحنا وتأكدنا انه ما في حدا. يمكن الزلمة ما طلع لحاله واجا شي حدا ساعده، او هو عم يطلع وقع بالبحر، كل شي ممكن. ليك عمر، انا لما طلعت كان عاكف غرقان بدمه، يعني اكيد ما له قدران يوقف حاله. توليب حاجة تفكري بهالطريقة هي؟ انا حكيت مع سليم وقلت له يفتل على كل المستشفيات وحدة وحدة الصبح الا ما يجيب خبر عنه. يلا انتي روحي نامي وارتاحي، بخبرك اذا صار شي. عمر شكرا على كل شيء، انا ممنونتك كثير. وينك مجد؟ بس بدي اياك ما بلاقيك. مجد وينك من امبارح؟ عم بتصل فيك خطة خارج التغطية، كنت بدي اقول لك على اللي صار. توليب الظاهر انها قتلته لعاكف، سمعتها هي وعم تحكي مع عمر. طيب اطلعي منحكي بالسيارة. لمين هالسيارة مجد؟ يلا ركبي جوجو، مو شغلك. نحن لوين رايحين؟ يعني ما بدك تبطلي هالعادة جوجو، بتضلي تسألي؟ يا الله شو بتسأل؟ Thank you.
تمام كمال بيك، أنا رح أنطر تليفونك. شو قال كمال بيك؟ إمتى رح يفرجوا عن داني؟ رح يحولوا عن نيابة العامة، لهيك أنا لازم روح لعندهم فورا. عمر عمل أي شي حتى تطالعوا. أنا عم بعمل جهدي مشانه، صدقيني. بعدين في 600 صعوبة ومو معروف إذا رح تعيش ولا لا. بتمنى أنه ما تنسي هذا الشي أبدا أمي. ألو نعم تولي. عمر الله يخليك ساعدني مشان الله الشرطة إجت لهون، أكيد عرفوا شو عملت مبارح وجايين يقبضوا علي. عمر شو أعمل؟ شو عم بتقولي؟ طيب ماشي توليب، أنا جاي لعندك فورا. ماشي لا تتأخر، أنا عم استناك. خير شو بتوليب؟ صاير معي شي مشكلة عمر؟ مشكلة صغيرة، اطمني أمي. خلص بحكي لك بس ارجع. جاي معك، استنى شوي. صار شي لابني جاهد خانم؟ بوس ايدك لا تخبي عني شي. لا ما صار شي له علاقة بابنك، لا تشغلي بالك، كنا رايحين عند توليب. لا تنسي أنا أمه، معلش احكولي لازم أعرف. اوعك تتحركي من البيت ميسون، قالوا لك إنه هن رايحين عند توليب. مالي طايقك لا انت ولا ابنك، يا بتنقلعوا من هذا البيت بدون ما اجبركن، يا اما بتتحملوا اللي بدي ساوي فيكن. انا ما عادت شوكة القديم مشان تعرفي. يلا عمر رح يعتقلوني هلا، ان شاء الله ما يكون في صحفيين على الباب. اختي فاضي احكي معك؟ جهاد مو وقتك هلا، مالي فاضي. اختي الموضوع ما بيتأجل، اسمعيني بس لو شوي. لو سمحت اطلع على غرفتك، لو سمحت. انتي صاير شي معك حتى متوتر؟ جهاد اطلع على غرفتك. كنت مفكرك انه بتحبيني. جهاد عاية مغفر اخدينا، بدي اعرف. بابا نتصل بجوري؟ خير شوفي، قال لازم أعطي أقوالي بخصوص الحادث، هلأ رح ياخدوني على المحفر. سيلين لا تخافي هذا الشي روتين، يلا روحي ما رح أخرك. صالح أفندي يا ريت ما ينشغل بالكم، أنا رح أحكي مع المحامي روح على المخفر مشانه. لا تتعذب، نحن فينا نحكي مع محامي ونوكله. يا ريت ما ترد على بابا، أحكي مع محامي. تعرف أبي ما معه مصاري لحتى يدفع. ألو مرحبا كمال بيك، برأيي ما في داعي أبدا تجي لهون. رح ياخذوا إفادة البنت اللي كانت مع داني، بس أنت في مجال تروح على المخفر؟ إيه سيلين جيليك. تمام بتشكرك. جهاد شوفي عم تبكي. جهاد أنا ما حدا بيحبني نور، توليب كمان ما بتحبني. مو صحيح جهاد، توليب بتحبك، أنت أخوها الوحيد. بعدين أنا كمان بحبك كتير يا روحي، لا تبكي. هلأ يعني مشان هديك الليلة ما حكيت شي قدام اختك؟ ما بتوقع اذا عرفت رح تعصب كتير وتمنعك تشوفني. اسكتي، بتعصب منك مو مني، لان انت قلتي لي اعمل هيك، انت طلبتي انا ما دخلني. تمام جهاد الحق معك، حتعصب مني بس انت اكتر. ليك ما في حل غير انه نتزوج جهاد، أنا بدي إياك. شو؟ نتزوج؟ نور اسكتي، ما بدي اسمع لك بنور. أنا ما بدي أتزوجك نور. جهاد أنا خايفة كتير، هي مصيبة، إذا أهلي عرفوا باللي صار شو بدي أعمل؟ والله بيقتلوني. أنا ما عاد إلي غيرك جهاد، لا تتركني. شو اللي أخذني لهونيك أنا؟ خلصنا، طولي بالك توليب، أنت رحتي لعنده لتحلي مشكلة، شو بعرفك أنه رح يصير هالشي معك؟ لهلأ ما منعرف مصيره، بس أنا بعتت مين يسأل عنه بكل المشافي. عفوا
ألو؟ ألو؟ أنا منى يا خانم. خير، شو في منى؟ طالب خانم إجت الشرطة وسألوا عن حضرتك. قالوا شو بدهم مني؟ لا والله يا خانم، بس سألوا عن حضرتك. منيح خبرتيني، يعطيك العافية. شوفي توليب، اجوا الشرطة وسألوا عني. يعني ما عاد فينا نتكتم على القصة أكتر من هيك. برأيي تروحي وتحكي لهم اللي صار بالضبط. مستحيل مستحيل، ما بقدر ما بقدر عمر، ما بقدر. ألو، نعم كمال بيك. شاهدة، أكيد الزلمة ماتوا رح يعتبروني مجرمة. توليب اسمعي، أنا ماني خايفة من موت عاكف، بالعكس خايفة إنه يطلع عايش، لأنه بوقتها ممكن يكشف كل مخططاتنا. أنت شو هاد الحكي اللي عم تقوليه جاهدة؟ لك مستوعبة شو بصير إذا الزلمة طلع مقتول؟ يمكن يعتبروني وحدة مجرمة، ويمكن تتدمر كل حياتي مشانه وفوت على الحبس كرمال هيك غلطة، وأنت هيك عم تقولي. خلص روقي، والله ما قصد تضايقك أبدا. معقول تكوني مفكرة ما بتهميني؟ كمال بيك حكى معي، عم بيقول لي إنه نحولوا داني عن نيابة، أنا لازم روح شوفه هلا. لا تؤاخذوني، انتو مشاكلكم مكفيتكم، بس انا كمان مرعوبة كتير. توليب بترجاكي حاولي تروقي، لانه بتقدري تشرح الوضع لمحاميكي. تمام، ما تحمل همي، يلا روح انت. خبرني شو بيصير معك هنيك. تمام. جبت لك معي ضيفة. عاكف بيك؟ شو اللي عم يصير؟ مجد الفضل إله، لأنه أنقذني بالوقت المناسب. لا العفو، إنسانيتي خلتني أعمل هيك. في شي؟ توليب خانم فكرت أنه موتت. بالله جد؟ توليب مفكرة أنه موتتني؟ سمعتها هي وعم تحكي لعمر بيك. معناها بتكون خايفة، ما رح أقول أني زعلان عليها. وليش لتزعل؟ إذا هي تركتك تموت ومشيت، يعني لو تأخرت أنا دقيقة بس أو اعتبرني ابن حرام، شو كان صار؟ كنت هلا عم تسبح مع السمكات. شكرا مجد، ما رح انسالك هالمعروف. عم احكي من شانك انا. انت طلبتي مني ما احكي لحد عن التسجيل الصوتي اللي معي، بس لاحظت انه عاكف بيك دايق نفس العذاب تبعك، لهيك حكيت له. صحيح جوري، شو عم تفكري تعملي؟ ليكي جوري، اندمت لاني خدمت جاهدة وتوليب بخطتهم الحقيرة. ما بعرف اذا فيك تسامحيني، بس انا مديون لإلك باعتذار، وتأكدي رح دفع الثمن غالي كل اللي كان السبب. خلوني أتملكن عرض، شو رأيكن أنه كل الأشخاص اللي أزوكن وأزوني بنفس الوقت نعملن درس قاسي؟ أنا ما بحط إيدي بإيدك عاكف بيك. بتفهم موقفك، طبيعي ما تلصقي فيني، بس على الأقل ساعديني بشغلة، وهي إنه ما تحكي لحدا إنك شفتيني أو بتعرفي مكاني، وهيك منكون عم نلعب فيهم وأنت عم تتفرجي وتردي حقك. إذا هيك ما في مشكلة. أنت طلعي من القصة، بس صدقيني كل دمعة نزلت من عيونك بسببهم رح طالعة من عيونهم عامس، بكرة بتشوفي. تفضلوا أمروني. توليب سباهي موجودة هون؟ ايه هون. بخصوص شو جايين؟ ليش حضرتكم طالبينا؟ جايين ناخد أقوالها بخصوص قضية. طيب تفضلوا. توليب خانم. خير خالدة. عناصر من الشرطة بدهم يحكوا مع حضرتك، تفضلوا. أهلين، تفضلوا، كيف فيني أخدمكم؟ انتي شو عم تعملي هون؟ بدي شوف توليب خانهم لأسألها بخصوص الشغل. عاكف تورغوت مفقود، وإجينا نسألك عنه. يا ترى وين ممكن يكون؟ كيف اختفى؟ يعني يا ترى شو صار معه؟ وصلتنا اخباريه عن اختفائه امبارح بالليل.
فتشنا بيته واليخت ما لقينا اي شيء، بس شفنا اثار دم باليخت. يا الله، بس ما يكون متأذي. عرفنا انه مبارح كنتوا سوا، وبعدين بوقت متأخر تركتي. ايه ايه مزبوط، انا وعاكف كنا سوا مبارح باليخت، قعدنا وشربنا كاس وحكينا بالشغل، وبالتحديد كنا عم نحكي باخر تفاصيل افتتاح الاوتيل تبعه، بس انا قبل ما يتأخر الوقت رجعت على البيت. طيب صار شي لفت انتباهك؟ كيف كان وضع عاكف بيك؟ والله كل شي كان طبيعي بدون مشاكل، حتى عاكف كان رايق أكثر من العادة، لهيك صدقوني أنا فعلا مصدومة بالخبر. يا خانم، حضرتك تحت الإقامة الجبرية، وكونك أنت آخر حدا شافه قبل ما ينفقد ما فيك تغادري البلد، وممكن ناخد أقوالك مرة تانية. ليش لا؟ طبعا بأي وقت فيكن تسألوني. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا. تفضل. طوليب خانم، مشغول بالي عليكي، إذا بدك شي أنا جاهزة. شكرا. مرقت لحتى أسألك سؤال، بس الظاهر الوقت مو مناسب. إيه، إذا احتجتي لأي مساعدة شو ما كانت أنا تحت أمرك يا خانم. شو إلك شغل مع هداك الأزعار؟ ليش طلعتي معه بالسيارة؟ أنا هيك ربيتكن يا بنتي؟ ها؟ جاوبيني لأشوف، أنا هيك ربيتكن؟ بابا اهدى، هلأ أختي مو قالت لك إنه التقت بهالولد وهي طالعة من الجامعة؟ بس لأنه نحن جيران وبنفس الحارة هي قبلت إنها تركب معه. هي آخر مرة بتطلعي معه سيلين، تقطعي علاقتك فيه بشكل نهائي. إذا بتشوفيه بالطريق بتغيري طريقك، عتفهمي؟ هي آخر مرة. شوفي أبوكي معصب كتير، الصبح أخذوا سيلين على المخفر كرمال يحققوا معه، هي وداني عاملين حادث وضربوا مرة. هم مين فيكم بدي أحمل؟ هم مين؟ أنت بدي موت أخلص. وقفي أنا رح شوفه. بابا بابا وقف شوي. بابا 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 اسمعني شوي قبل ما تروح. اللي لازم تعرفه إنه آخر شي منتمناه بحياتنا إنك تزعل منا أو تحس بالقهر. أنا بتخلى عن روحي حتى ما زعلك، صدقني، بس الحياة للأسف مو دائما بتكون مثل ما بدنا. أحيانا بتصير معنا شغلات خارجة عن إرادتنا بتخليك تنقهر منا، بس أكيد نحن مو بقصدنا هالشي. بنتي يا عيوني، أنا مشكلتي بضل خايف عليكن وبتسكر الدنيا بوشي إذا تأذيته. بس الواحد ما بيكبر وبيتعلم إلا إذا مرق بتجارب بحياته. جوري، بس تصيري أم رح تفهميني أكتر. لك إذا بتتفركشوا بحجر بالطريق قلبي بيتقطع. مزبوط. أنا لحالي كبرتكن صحيح بالقلة، بس بابا لا تحكي هيك، نحن ما كان ناقصنا شي أبدا. تعرفي امنيتي بهي الحياة اني ارفع راسي فيكن وبنجاحاتكن، ما في شي بيهمني الا مصلحتكن. طمنوني عليكن قبل ما الله ياخد امانته. بابا بترجاك لا تقول هالحكي، نحن ما فينا بلاك. انا بوعدك من اليوم انه رح اعمل الشغلات اللي بترفع راسك فيها وبس. اي بابا، انت المهم توثق فيه. نعم طوليب خانم. لا ما رحت على المكتب. تمام، طيب جاي فورا. طوليب خانم بدي يعني روح. ايه بنتي روحي، لا تخليها تنطر كتير، هي إلى أفضل كتير علينا. إنك تستمر بإجراءات افتتاح الأوتيل فكرة عظيمة، منيح خطرت لك، ما لازم تخلي الشكوك تدور حواليك. Thank you.
ليش لهلا ما رحتي على الشغل؟ اجيت من شوي حتى اسالك اذا فيني اخذ اجازه بعد اذنك. بكره عنا افتتاح اوتيل عاكف بيك، وبدي اياكي تكملي كل الاجراءات المطلوبه، يعني طلبك مرفوض. توليب خانم، من شوي الشرطه قالوا لحضرتك انه عاكف بيك مفقود، كيف رح يتم الافتتاح بهيك ظرف؟ لهلا ما اجانا امر نلغي شيء، لهيك رح نعمل المترتب علينا، اما الباقي بيقرره شريكه لعاكف. توليب خانم، اللي صار لازم يخليكي توقفي المشروع، ولهالسبب انا ما بدي كمل ابدا. انتي ما الك حق بانك تقبلي الشغل او لا جوري. القصه مو قصه شغل توليب خانم، بس اذا شفت عاكف يمكن يجي عبالي اضربه على راسه وموته. انتي رح تشتغلي الشغل المطلوب منك بدون ما تضيعي وقتك بشغلات ما الك فيها، وهلا اعملي اللي قلتلك عليه، رح امرق المثل عندك وشوف شو خلصتي. طيب مثل ما بتأمري حضرتك. جاهدة خانم، اليوم اختي سيلين تعرضت لمشاكل من ورا حفيدك، لهالسبب لو سمحتي قولي له يبعد عن اختي. شو صار لك جوري؟ انتي كيف بتحاكيني بهالطريقة جوري؟ عفوا، انا ما كان قصدي اقلل من احترامك بالمرة، بس هي اختي كمان مجبورة احميها مو هيك؟ شو هالوقاحة هاي اللي حكيت فيها؟ معقول ما عم صدق أنا؟ طولي بالك بس لأخلص من هاي المشاكل، أنا رح حطلها حد وعلمها الأدب. توليب خانم، عمر بيك بده يحكي مع حضرتك. طلعي. ألو عمر؟ تمام. طيب شو عم يقول؟